السلام عليكم، اهلا بكم متابعين قناه يوليو. في حلقه النهارده هنشرح التحديث الجديد للفيسبوك Everyone، بمعنى منشن لجميع اعضاء الجروب في وقت واحد. بس قبل ما نبدا الشرح، اتاكد انك عامل لايك على الفيديو ده وسبسكرايب للقناه وتابع الشرح للاخر علشان اقول لك على نقطه مهمه جدا للتحديث الجديد. اول حاجه هنروح على متجر جوجل بلاي وهتتاكد انك محدث تطبيق الفيسبوك العادي او تطبيق الفيسبوك لايت حسب ما انت شغال على اي تطبيق. ولو ما ظهر لكش تحديث يبقى انت كده محدث اخر نسخه من التطبيق. المهم هنروح على جروب الفيسبوك وهنجرب نكتب منشور، وبعد ما نكتب المنشور هندوس على علامة ات ياهو. هيظهر لنا في الاول كده منشن للجميع، هنضغط عليها وبعدين هندوس على نشر البوست، وبكده انت بعت منشن لكل اعضاء الجروب في وقت واحد. طيب احنا كده جربنا البوست، تعالوا نجرب من التعليقات. هنخش على التعليقات، هنضغط على علامة ات ياهو وهنختار اول واحدة اللي هي منشن للجميع، وبكده انت بعت منشن لكل اعضاء الجروب. النقطة المهمة اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو، التحديث ده ظهر لكل الناس بس بشرط اللي مسؤول فقط عن جروب، بمعنى يعني ادمن الجروب هو بس اللي يقدر يستخدم خاصية Everyone اللي هي المنشن لجميع اعضاء الجروب. طيب لو انت من اعضاء الجروب يبقى انت كده مش متاح ليك انك تستخدم الخاصية دي، لازم تكون ادمن او مشرف في المجموعة. طيب لو انت عامل جروب وانت المسؤول عنه، هتعمل نفس الطريقة دي، هيظهر لك التحديث الجديد وبكده يكون حلقتنا خلصت. وطبعا اكيد اكيد استفدتوا من الشرح. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.